أصحاب المعالي رؤساء الوفود، أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور الكرام، chers amis venus de France, d'Italie, du Brésil, de Turquie, du monde entier، باسم الشعب التونسي وباسم الخاص أرحب بكم أشد الترحاب في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي يعرف فيه التونسيون الأسى والفرح. الأسى لكل الوقت الضائع، لكل هذه العقود التي ضاعت من تاريخنا ونحن نئن تحت نظام الاستبداد، نظام القمع، نظام الفساد، نظام التزييف، نظام الظلم. الأسى أيضا على ما كلفنا التخلص من هذا النظام، ولكن أيضا يوم الفرح، أخيرا فتحت أمامنا كل المجالات لمستقبل واعد. هذا اليوم هو اليوم الفاصل، يوم فاصل في تاريخنا، يوم فاصل بين ماض مظلم ومستقبل مشرق. هذا اليوم هو الذي صرخ فيه الشعب، الشعب يريد إسقاط النظام. هذا الشعار الذي تردد عبر العالم والذي تلقفته كم من شعوب وكم من حناجر، الشعب يريد إسقاط النظام، هو رد على تلك المقولة الشهيرة التي أصبح العالم كله يعرفها: إذا الشعب يوما أراد الحياة. بعد قرابة قرن صرخ الشعب أنه يريد الحياة وأنه يريد إسقاط النظام. لقد أسقطنا نظام الدكتاتورية، أسقطنا نظام الفساد والقمع والتزييف، لكن الشعار اليوم هو: الشعب يريد بناء النظام، الشعب يريد بناء نظام جديد. والدولة التي انبثقت عن الانتخابات الشرعية الأولى والوحيدة في تاريخه تريد أن تحقق إرادة الشعب. اليوم ماذا يريد الشعب وماذا على الدولة أن تحققه؟ الشعب يريد أن لا تذهب تضحيات شهداء وجرحى الثورة سدى، والدولة ستعمل على ألا تذهب تضحيات شهداء وجرحى الثورة سدى. الشعب يريد تكريم جيشه الذي حمى ثورته وساهم في إنجاح الانتخابات وساهم في الإنماء، والدولة ستعمل على تكريم هذا الجيش. الشعب يريد إعادة الاعتبار إلى سلك الأمن الذي تضرر أكثر من كل أسلاك الدولة من النظام الاستبدادي، والدولة ستعيد لسلك الأمن كرامته واعتباره، وستدعو كافة مواطني هذه الدولة إلى احترام رجال الأمن، حيث لا وجود لاستقرار ولا وجود لاستثمار دون عودة هذا السلك إلى معنوياته العالية وإلى عمله هذه المرة في خدمة الوطن، في خدمة العلم، وليس في خدمة شخص أو نظام. الشعب يريد المحاسبة ثم المصالحة، ويريدها في هذا النظام، المحاسبة ثم المصالحة، حيث لا مصالحة حقيقية دون محاسبة حقيقية. والدولة ستسعى إلى أن تكون هناك محاسبة دون انتقام ودون ثأر، ولكن أيضا في إطار عدالة قد تكون انتقالية ولكنها يجب أن تكون عدالة. الشعب يريد أن يتواصل المسار الديمقراطي وأن لا يكون فيه أي رجعة، والدولة ستسهر على تتتابع الانتخابات وأن تكون دائما حرة ونزيهة كتلك التي عرفناها والتي رفعت رأسنا بين الشعوب. الشعب يريد العمل ويريد نهاية هذه التجمعات العشوائية التي تسد طرقات وتسد أماكن العمل، لأن الشعب يعلم أن هذا تخريب لمستقبله، وهو يريد الآن عودة كل التونسيين إلى العمل مع الحفاظ على حقوقهم في الاحتجاج، لكن شريطة ألا توقف شريان الحياة. الشعب يريد احترام القانون ويريد مؤسسات الدولة تحترم هي القانون، وهذا ما ستسعى إليه الدولة. لكن الشعب أيضا يريد أن ينفتح على جيرانه وعلى أشقائه، وكم يسعدني الآن أن أرى جيراننا وأشقائنا جاءوا ليشاركوننا هذا الحفل البهيج. الشعب يريد تطوير علاقاته مع أشقائه في المغرب وفي المشرق، وكم يسرني أن أرى إخواني هنا من المشرق العربي ومن المغرب العربي جاءونا ليشاركون فرحة هذا اليوم. نحن نريد والشعب يريد اتحاد الشعوب المغرب العربي الكبير. نحن نريد الحريات الخمس للمغاربيين: حرية التنقل، حرية العمل، حرية الاستقرار، حرية الاستثمار، حرية المشاركة في انتخابات بلدية.
وذلك كبداية إن شاء الله لاتحاد الشعوب العربية المستقلة التي ستعيد لهذه الأمة مكانتها ودورها في التاريخ. ويا الله كم ضيعنا من عقود ومن قرون ونحن خارج ساحة هذه التاريخ، والحال أن هذا التاريخ بأحوج ما يكون إلى أمة كأمتنا تشارك في العلم وتشارك في التقدم وتشارك في حل مشاكل الإنسانية بدل أن تكون عليه عبئا. نعم، نحن نريد أيضا تطوير علاقاتنا مع أصدقائنا في الغرب في أوروبا، نحن نريد أيضا تطوير علاقاتنا مع أصدقائنا وإخواننا في الجنوب في إفريقيا، ونريد التفتح على آسيا، ونريد التفتح على أمريكا اللاتينية. نحن نريد لهذا البلد الصغير أن يكون في مجموعة كبرى هي المغرب العربي الكبير، ثم مجموعة أكبر هي المجموعة العربية، حتى نتفتح على باقي شعوب الأمة، لأن حب الوطن لا يعني الشوفينية، والتمسك بالقيم وبالثوابت وبالهوية العربية الإسلامية لا يعني الانغلاق عليها أو اعتبار كل ما دونها لا يسوى شيئا، بل بالعكس نحن جزء من الأمة البشرية وسنسعى لأن نكون جزءا من حل مشاكلها وليس جزءا من مشاكلها إضافيا. اللهم لك الحمد أننا شفنا هذا اليوم، اللهم لك الحمد أننا أصبحنا في هذا البلد نستطيع أن نتكلم بكامل الحرية، اللهم لك الحمد لأنك فتحت أمامنا أخيرا أبواب المستقبل. سنكون أوفياء لشهداء الثورة وسنحتفل كل سنة بهذه الذكرى، وقد ازددنا تقدما وقد مشينا على درب تحقيق هذه الآمال التي مات من أجلها الشهداء. نتقدم خطوة خطوة إن شاء الله بفضلكم ومعكم. مرة أخرى شكرا لكم ضيوفنا الكرام لأنكم شرفتمونا بهذا الحضور وشرفتمونا بمشاركة هذه الفرحة، وإن شاء الله يعني سنتمنى لكم أيضا ولشعوبكم جميعا أن تعرف أيضا الحرية والاستقرار والعدالة، وأن لا تضطر كما اضطرنا نحن إلى القيام بهذه الثورات الدموية لتعديل ما كان من الأصل غير قابل للإصلاح. شكرا لكم جزيلا مرة أخرى، وفقكم الله. تحيا الثورة، تحيا تونس، يحيا المغرب العربي، تحيا الأمة العربية. شكرا جزيلا.